مسرور يا لو قصور جيت نهني، دقي الطبول وغني، وقصوم نطرز لك بالقصيدة فني. طيرتني بالفرحة، الضياف جوك قلوبهم من شرحة، وردي عليهم عالسلامة ومرحة. لم يكن من العدل زيارات تطاوين دون المرور بقصورها الصحراوية التي تعد ثروة سياحية ضاربة في القدم والتراث. وقد كان البربر أول من أقاموا في هذه القصور حين اضطروا إلى الالتجاء لرؤوس الجبال هرباً من حملة بني هلال، وبنوا بيوتهم في القمم. يتجاوز عدد القصور في تطاوين 150 قصراً، من بين أشهرها قصر أولاد سلطان الذي يتكون من غرف متشابكة بارتفاع 4 طوابق حول ساحتين فسيحتين. وقد رمم مؤخرا لاستيعاب الأنشطة الثقافية والسياحية. برواية طريفة يتحدث العم علي مرمم القصر عن تاريخه وواقعه. في عام 14 دخلت فرنسا، فهمتني، ولا عام 1881، ما به، وجدت تمرد بشوي وتمت تتمرد بشوي حتى دخلت نحن. بالنسبة لنا احنا ضمما ناس يسموا جاليين، معناها هذا كيف يشبه، يقول لك قاوري ولا مثلا يقول رومي، هم ما يقولوش حتى قاوري ولا لا، يشبه الرومي يطيح يلبس الوطا، ما يحبوش حتى شبحه، خلاص ضربوا واحد. تم تتمرد دخلت لنا منا على الدويرات النفوسيه، هذوما النفوسيه والعرب هذوما ما همش ترانكيل، فهمتي؟ معناها كان نجم نقولوا هيك باللغه مستعمرينهم شويه، مثلا كذا يقول لك هذا جبالي وهذا شنو وهذا كذا، فهمتي؟ بناتهم كنت دخلت، هي عرفت فرنسا تعرف كيفاش تدخل القره، مهم يعرفوا كيفاش دخلت معناها معاه، وفتحتهم وعملت مركز تم فيهم وقعدت معاهم مده، معناها ممكن دور العام ولا هيك الويه. بعد تالي اخذت عاد منهم الارشادات كيفاش العرب هذا وكيفاش يديروا لهم كيفاش وكذا، اخذوا منهم الارشادات بالضبط، ولوا بعثوا لهم كانوا العرب هذوما مثلا كل قبيله مثلا من هنا تلقي يقول لك شيخ النجا، يسموه شيخ النجا، هو المدبر نتاعها. كل نقولوا عرش بعثت لهاك الرئيس نتاعها، وعملت لهم حفله غادي ودنيا وهلماني زي ما نعملوا احنا تو. وجو عرضت عليهم القضيه اللي كانوا باش يقبلوا فرنسا وتستقبلهم وهم يقبلوها وتدخل البلاد وبتعمل لهم مراكز وبتعمل لهم كذا وبتعاونهم في حاجات وبيعاونوهم في حاجات وهكذا. احنا ما مثلنا شيء ما مثلنا، كانوا يجون يعفسوا فينا ويسجدوا وهذا اللي مثلونا، شو اللي مثلون شيء ما هذا. ايش قلت لك انا بكري، انا قلت لك الناس عقبت لاولادها حاجه اثار قديم، وكان حوايز، كان اي حاله من الحالات، كان ثروه من الثروات. احنا عقبونا الواحد هذا مش هكاك قاعد قال يعفسوا فينا، والله قال ممكن تو 30 عام من عهد بورقيبه والعهد بن علي كيش المهرجانات وكسروا فينا وعفسونا، هاتوا الحوايج هاتوا الزرابي هاتوا شنو وحطوا برا روح شنو. ما نقول لك كان الحق، انا ما نقولكش حاجه، انا من تو نتمذهب لك، انا بنقول لك لا والله دارون شو دارون ما دارون شيء. قصر الحدادة بغمراس لا يختلف كثيرا عن أولاد سلطان، ولكن وجه الاختلاف بين الاثنين أن هذا الأخير ذو طابق واحد استعملته قبائل غمراس سابقا لحفظ مؤونتها، وهو اليوم فندق سياحي يوفر إقامة شيقة لزواره، مع العلم أنه وقع تصوير لقطات فيلم حرب النجوم الشهير فيه. إلى شنني حملتنا الرحلة التالية؟ هي من أعرق القرى الجبلية البربرية، مساكنها المحفورة في الجبل وبياض مسجدها الصغير في أعلى القمة يكونان مشهداً جميلاً تحب العين رؤيته. الزائر للمكان يخال بيوته مهجورة بعد أن نزل سكانه إلى أسفل الجبل، غير أن الخالة مريم رفضت بيوت الإسمنت والآجر كما تقول، وبقيت في ركنها الركين تحتفظ بذكرياتها البسيطة فيها. ولو أن تصويرها كان أصعب من أي شيء هناك، إلا أننا تمكنا من ذلك بعد حين. كل حدا وعرشه، ما نعرفش الشعر ما نزوها توانك
اسمها ما عرشهم هم ينسوا شعر يا الغراره وال نتاع الخيمه العشه ولا احنا نقولوا بالعربي هاك اللي يبنوا فيها تعرف ايش بيت الشعر ها بيت الشعر بيت الشعر مبني على الرقوب كمله ايه وبعد والله حق والله لا ريته والله والله نش النار حق ما شاء الله بصره هذا خالتي مريم ها الوشم هكا علاش يعملوه زينه يعملوه بكري بقلب بتقلقني هذه جايب هالي ولا نضخ امك هاي بس نقلقك خالتي مريم ها نبغي نعرف انا نشد فيك ايش شو شا من مرابه بكي في ايامنا بكي في الايام من ينور الفوق ما تعرفش كانت وش البني ما نبغيهش البني ولدي عند مبني بيوة هون يقول لك والديار وكل شيء وانا ما نبغيش البني في الصيف ارقدي وارتاحي في الصيف كي تلج هما هوا انا في جدان في الكوجين هوا نشرب مطخابي هوا ما نقول اللي حلال ديما تلج الدويرات تلك القرية الجبلية التي تبعد 20 كيلومترا جنوبي تطاوين وكلمة الدويرات تعني جمعا من الديار الصغيرة يعود تأسيسها إلى 7 قرون خلت وتقول الرواية إن غازي أبو كنانة الذي قدم من المغرب ورابط بتلك الديار هو من أسسها مكان يتميز بالهدوء والسحر مثل ما تقول الباحثة في تاريخ القصور رقية كيوا ولكنها في نفس الوقت تتأسف لسوء الترميم الذي أفسد بعض الرموز والآثار المميزة للمنطقة قرية الدويرات كانت مرارات العلمية يقرأوا فيها القرآن وكان برشا يعني شيوخ هنا كانوا يجوا يقريوا في القرآن وعلوم الدين إلى آخره في بداية الاستقلال رحلوا الناس تبنات دويرات جديدة للوطة على أساس فيها مرافق متاع ضوء وماء ومدرسة إلى آخره هبطوا السكان بصعوبة من أول مرة كانوا رفضوا حتى نهاية 70s باش فرغت الدويرات ما عاد فيها حتى ساكن لكن مهما كان ما زالوا أصحاب الغيران كل مرة يطلوا ويزوروا كل شيء لكن بحكم كلفة الترميم غالية والناس تشتتت والورثاء كثروا الترميم ما عادش يصير من طرف العائلات ولا الملاكة تحدثت جمعية صيانة مدينة الدويرات حاولت تقوم بمجهود حاولت تعمل برشا حاجات لكن بحكم قلة الاختصاص قلة الخبرة وقلة وجود برنامج معناها شامل هذا معناه انه يكون ترميم تنمية إعادة توظيف ويولي القرية بيدها تعيش من مداخيلها سواء كان في الترميم ولا في السكان المحيطين بها ولا سكانها الأصليين في غياب هالبرنامج متكامل وفي غياب انه معناها فكرة المشروع خلى الدويرات رغم اللي بعض المشروعات بتاع الدولة سواء كان قبل ولا حتى توا في ترميم ما تكونش بطريقة علمية وصحيحة اللي تجلب السياح خاطر جاو برشا سياح وكيف ما قلت صدموا بطريقة الترميم لأنه فما شكون يعرفها قبل ويعرفها جا ما عجبتهمش الصورة الجديدة بتاع طريقة الترميم هذيتي اللي ما فقدتها نسبيا نوع من الميزة بتاعها المعمارية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. صدق الله العظيم. تروي الأسطورة التي يتداولها الناس في منطقة شنني أن الرقود السبعة هم أصحاب الكهف وما أن يزور المرء ذلك المكان حتى يقص عليه الأهالي قصة أولئك الأشخاص السبعة الذين آووا إلى كهف في قريتهم ليستريحوا فيه من عناء السفر فاستفاقوا بعد قرنين من رقودهم فاكتشفوا أن أجسادهم زادت أمتاراً وأن كل شيء تغير في الخارج فقرروا الرجوع إلى الكهف ليناموا إلى الأبد. 1323 ترميم الأول والرقود السبعة قبل الإسلام صوت الكهف يقول لك سم استرزق على يمين طريق الشمال موجود ما بين فجوتين موجودة والجمع فوق الكهف موجود والمدينة
وعلمه اللي في القرآن كل شيء موجود والله أعلم. المنطقة هذه فهمت تدعى فهمت الجامعة القدس السبعة فهمت كيفاش هي جزء من شنني فهمت كيفاش المنطقة هذه فهمت تزهر فهمت معناها باهية فهمت يجوها السياح من كل بلاصة فهمت كل شيء فهمت منطقة فهمت مزيانة فهمت كيف ما قلت لك والنسبة فهمت السياحة فهمت جيل شنني هنا كل شيء فهمت لكن بعد الثورة كل يتسمى النسبة كبيرة جي السياحة الداخلية فهمت كيفاش والمنطقة هذه هنا فهمت كما قلت لك جامعة القدس السبعة فهمت كانت تلاحظ فهمت كيفاش السمعة نتاع الجامعة هذه معوجة معوجة ديريكسيون دي لاميك فهمت القبلة فهمت كيفاش ومن هنا فهمت القبورة فهمت هذا القبورة فهمت يدفنوا هنا احنا يدفنوا بالوصاية فهمت كيفاش نقولوا حد قيمت بيموت يقولوا لهم يدفنوني في البلاصة الفلانية يدفنوه هنا فهمت كل شيء والجبل هذا جماعة شنني هنا فهمت تم شنني لوطة فهمت شنني جيستنبا فهمت يقولوا لها شنني جديدة من فوق فهمت بالكل يقولوا لها فهمت شنين القديمة شنين القديمة تو الزابطون فهمت كلهم بربر فهمت كيفاش بوابة المشرق العربي آثار خالدة على امتداد الحقب التاريخية السحيقة من عهد الديناصورات إلى بداية وجود الإنسان تلك هي تطاوين سحر التراث وعمق التاريخ بالنظر إلى مقاييس الجماليات المتفق عليها كونياً فإن هذه المنطقة تعد من أجمل وأثرى المناطق السياحية في تونس غير أن شح الأفكار والمشاريع التي من شأنها أن ترتقي بمستوى السياحة في الجهة حال دون الخروج بها من الشكل الروتيني والمضمون المعتاد سياحة نمطية تنتظر هي الأخرى ثورة عاجلة نادية فارس قناة المتوسط قصر الحداد تطاوين